نشوف مسألة الرز. والحقيقة الرز في المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية ما فيهاش مشكلة، يعني الكميات المطروحة كميات ما هياش قليلة خالص. يعني شركة النيل مثلا تم الاتفاق ما بين الشركة القابضة شركة النيل على توريد 100 طن رز لطرحها بمنافذ النيل المجمعات الاستهلاكية. في 350 مجمع استهلاكي تابع ليها في القاهرة والجيزة، كلهم طرحين رز بالأسعار العادية ال 14.5 لغاية 16.5. فأعتقد إن مفيش مشكلة، لكن ممكن تلاقي في السوبر ماركت يعني اللي هي شركات التعبئة بقى الخاصة دي شوية اللي فيها عدم انتظام، يعني تلاقي في مكان وما تلاقيش في مكان تاني، الكميات بتختلف. فهنحاول بس نطمن بس الأول على المجمعات الاستهلاكية، وعلى طبعا هي دي الخدمة الأهم اللي لازم تقدم للشريحة الغالبة من الشعب. برحب بالأستاذ محمد أبو منظور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا عمرو. أهلا بيك. واضح إن في قلت النهاردة إن التلات ده مميز. أفندم؟ معليك قلت ان التهاب صح مميز. قلت في اول الحلقه مميز بوجودك على الهواء وفي القناه المحترمه من مصر بالنهج والدوله يا فندم. الله يسلم حضرتك، ده بس من كرم حضرتك علينا. الرز، وعايزين نطمن اولا على المجمعات الاستهلاكيه لان ده بيخاطب يعني عموم الشعب المصري الحقيقه. يعني بص يا فندم، الحمد لله الاول هناك بعض الفئات القليله المستفيده من وجود الاشتراك موجوده حتى يتربحوا من هذه الاشعه. ولكن كان لابد من الدوله وقود خطوات احترازيه لتوفير السلع في المجمعات الاستهلاكيه. احنا عندنا في المجمعات الاستهلاكيه عباره عن قناه مشروع جمعيتي 22 سياره متنقله. تمام. كل اللي بيكون معاهم السلع الغذائيه كامله. الحمد لله عشان حصل الفجوه ديت والحصاد الجديد والحصاد الجديد تم طرح 50,000 طن رز تمويلي ب 10 جنيه بوش في خلال شهر 9/10. وعندنا هو ما زال حتى الان يوجد ارصده من الرز المستورد من المجمعات، واعتبارا من 10/11 تم طرح 12,500 طن، 5,500 طن عريض رفيع الحبه بسعر 10 جنيه قروش تم تسليمه للشركه المصريه لغايه الشغل. اللي يتم تلبيه احتياجات اخواتنا من الصعيد حتى اسكندريه. احنا كلمنا نصيب فيها 7,000 طن رز عريض الحبه داخل مصري انتاج جديد ب 14 جنيه قروش. كان عمل غاز الجمله كلها 2000 طن كمصيره جمله كده. انا كبير في 1500 طن في الفنجان مجمعات 5000 طن بحور ظهريه بالحبه ب 14 جنيه. يعني يا فندم، وانا بكلم حضرتك، نقدر اي حد من المشاهدين بكره الصبح ينزل على اي من فروع مجمعات النيل، وانا هنا محدد الكلام على مجمعات النيل في القاهره، في جيزه، في اسكندريه، في بحر، في ابلي، ينزل يلاقي رز ب 14.5 او 16.5؟ الكميات مفيدة جدا. بإيه يا فندم؟ الكميات مفيدة. أنا عندي رصيد في المجمعات في المخازن، الأول كل مجمع في شوية. أنا ما لقطتش الكلمة لأن الخط شوية مش واضح. حضرتك لما سأل لما حضرتك السؤال قلت لي بكميات إيه يا فندم؟ بكميات وفيرة جدا. وفيرة جدا. أنا عندي المجمعات أقل مجمع فيه من 2 ل 3 طن. المخازن عندي فيها رصيد يكفي شهرين ونص. المضارب الخاصة بوزارة التموين والشركة القابضة للأدوية الغذائية فيها إنتاج وفير يكفي 3 شهور قدام. إحنا يوم 10 يوم 10/11 تم طرح ال 12 اللي هو 12,500 طن، ويوم 20/11 أول أمس تم طرح 6,000 طن أخرى. تمام. حصة إضافية. يبقى أنا كده بإجمالي ال 100 ال 100 طن 18,000 عفوا 18,500 طن. أيوة. الاطنان دخلت في بعضها 18,500 طن. الرصيد مطمئن جدا والرز متوفر. انا عندي كميات في المخازن في المضارب التابعه لوزاره التموين لما يتم كلامها بعض نزل من مخازني بالقاهره. طيب هل انا عارف دي يعني مش من اختصاص حضرتك، ولكن بحكم الخبره بحكم السنين اللي حضرتك فيها في هذا القطاع والمرفق المهم يعني في المجمعات الاستهلاكيه، ايه السبب ان تلاقي بعض الشركات الخاصه الرز بتاعها مش موجود او اللي بتعبي يعني الماركات ليه؟ ما هو ده رئيس معالي الدكتور رئيس الوزراء حد سقف للاسعار. طلع تخرج بره قال لك طلع قانون ممنوع عرض الرز في المجمعات او في القطاع الخاص اكثر من 15 جنيه. انا معالي خد القرار دوت كان لابد من تسويق الارز احتياجات المواطن، بقى انا مش هحجبه وامنعه عن المواطن، فتم ضخه في المجمعات التابعه عليه. هو اللي نزل الاسعار
ولذلك جه يوم 20 وتم طرح قرن فاخر ابيض عريض الحبه ب 12.5 لكافه احتياجات بقى اللي هم اخواتنا اللي في السلاسل والهيئات الخارجيه اللي جذبوهم داخل المجمعات مره اخرى. طيب هل القرار بتاع اعتبار الرز سلعه استراتيجيه وضمه للقانون يعني، هل حضرتك شايف ان ده هيحد من فكره التخزين وفكره السوق السوداء وفكره الاحتكار اللي كانت شغاله الفتره اللي فاتت؟ بالفعل وهيحد من ارتفاع الاسعار. انا كل ما يجي سلعه ترتفع سعرها وتدخل الدوله السعر لازم ينزل، زي ما حصل في البيض وزي ما حصل في الرز. احنا دلوقتي ما فيش، بقول لحضرتك 16 ونص ضرب كان زمان وصل دلوقتي ل 20 و 22 في السوق الخارجي. وبرضه عشان نسد احتياجاتنا اللي هم يعني الناس اللي شغاله في الهيادر والمؤسسات الخارجيه، تم صدور قرار مجلس الصدور رقم 89 سنه 22 11 بطرح ارز فاخر اكياس ليمونيشن بجوده اعلى ب 18 جنيه سوف يطرح في الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله عايزين اربع اسعار في الدنيا. اربع اسعار ارز تمويل رفيع، 14.5 ارز عريض الحبه، 16.5 ارز فاخر ابيض عريض الحبه، وان شاء الله هيتم اتحد النوع الاخر. شاكر جدا لوجود حضرتك معنا الاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه.